على أنغام العود العربي الأصيل يكتشف الزائر الفرنسي هنا فنون المملكة وإرثها العريق الممتد في قلب الجزيرة العربية. إنها الأيام الثقافية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، فرصة للتواصل مع الثقافات وتعزيز الحضور السعودي على المستوى العالمي. الفعالية التي تصاحب زيارة ولي العهد إلى باريس جاءت لتعزيز حضور المملكة ثقافياً وحاملة بعداً مستقبلياً في إطار رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جوانب الثقافة والحضارة والفن. كوننا نحن نعرض هنا إضافة إلى تاريخ ممتد إلى حضارة المملكة العربية السعودية، أنها تنتقل بثقافتها لتشارك بها الآخر، تشارك بها ماذا نريد أن نكون، ماذا نطمح في أيامنا المقبلة. هي مشاركة حلوة وكبداية رائعة في فرنسا، لأنه نحتاج أن الثقافة السعودية تبدأ تتنشر هنا في فرنسا ويعرفوا الصورة الحقيقية عن السعودية وعن الثقافة السعودية. يعني الأفكار اللي عندهم تختلف عن الواقع اللي عندنا، فشوية شوية يبدأوا يعرفونا ويتعرفوا علينا ويفهموا إيش الثقافة السعودية. وخاصة المعرض هنا فيه أشياء مختلفة كتير، يعني فيه من العلا، فيه من مكة، فيه الورد الطائفي، فيه أعمال فنية وفيه صور وفيه لوح يعني. وشوية شوية حيبدأوا يعرضوا الأفلام السعودية كمان. فبالنسبة للفرنسي إنه يجي يشوف معرض زي كده عرض غني ومتنوع كمان. وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه الفعالية إلى إبراز النهضة الثقافية الجارية في مختلف مدن المملكة وإطلاع العالم على الإبداعات الثقافية الشبابية السعودية. ها هي المملكة العربية السعودية حاضرة في عاصمة الفن والجمال باريس لتمد جسور الحوار الثقافي والحضاري عبر لغة الفن والجمال. خالد الخالد، الإخبارية، باريس.